طيب عرفتنا الحلوة بقى، تركز معايا في الفيديو ده، لأن الفيديو ده أنا جايب لك كنز فيه. بصي، العروسة أو أي عروسة قبل ميعاد فرحها مثلا بشهرين أو بشهر ونص، ناخد بس شوية شاي. الفيديو ده يا جماعة البنات تركز معايا فيه جامد، لأنه مهم خالص خالص خالص. علاج مشكلة حب الشباب، الكلف، التصبغات، ثلاث حاجات دول. هقول لكم على تركيبة وخلطة محترمة جدا 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 وآمنة جدا جدا جدا، هتساهم بشكل كبير في ان هي تحسن من نضارة بشرتك، وكمان تخليك تتخلصي من السواد اللي موجود في الأكواع وموجود في الركب وموجود في اي مكان في الجسم. ثلاث حاجات هتروحي تجيبيهم من الصيدلية ست الكل. تروح الصيدلية تكلمي الصيدلي اللي موجود، يا دكتور بعد اذنك انا عايزة ثلاث كريمات. ثلاث كريمات مين اللي قالك عليهم؟ دكتور اسلام. انا اول حاجة كريم دافري، ده اهو ناس تكون شايفاه واضح، اعتقد متوفر في كل الدول العربيه، انا معرفش في مصر متوفر ولا لا، بس شوفوه متوفر ولا لا. تاني حاجه كريم الفا كورت، ده طبعا معروف كريم الفا كورت وموجود برضو في كل الصيدليات ومشهور ومعروف لانه من شركه جلفار. بعد كده كريم هاي كوين، هاي كوين ده اهو ناس تشوفه، وطبعا ده برضو موجود في كل الدول العربيه، موجود في السعوديه، موجود في مصر، وبتركيز اثنين تمام، ومن شركة جمجوم ومعروف ومشهور، فالحاجات دي مش نادرة عشان ما حدش يقول لي مش موجودة ومش عارف ايه الكلام ده. لا، التلات كريمات موجودين يا جماعة اهو، التلات كريمات اهم عشان الناس تكون شايفاهم وايه وعارفاهم. طيب التلات كريمات دول عبارة عن ايه؟ رقم واحد الالفا كورت، ده انتي انفلاماتوري، مضاد للالتهاب، كورتيزون بتركيز 1% هيدروكورتيزون، وده بيساهم بشكل كبير في تقليل الالتهابات اللي بتكون موجوده في اي مكان في البشره. وطبعا محدش او حد يتفز لك يقول الكورتيزون مضر ومش الكورتيزون مضر، لما انت بتاخده بدون استشاره طبيب، سواء حبوب او شراب مش كريم. الكريم ده حاجه موضوعيه خفيفه جدا جدا جدا. طيب الكريم الثاني وهو الهاي كوين، الهاي كوين ده يا جماعه من احسن وارقى الكريمات اللي بتساهم بشكل كبير في التبييض والتفتيح وتوحيد لون البشره. ليه؟ لانها بتعمل كمقشرات، بتشيل الطبقه الميته من الجلد وبتعمل تجديد للخلايا الجلديه، فبالتالي لو في جلد لونه مسود شويه خلاص بيروح بيتجدد وبيجي جلد جديد، ده كمقشر. بس الهاي كوين مقشر يعني بيعمل التهاب، عشان كده بنحط معاه الالفا كورت او الكورتيزون عشان خاطر ايه؟ يقلل من الالتهابات. بعد كده عندنا ديفرين، ديفرين كريم ده عباره عن الماده اللي الفعاله اللي موجوده فيها الادابالين، ودي ماده بتساهم بشكل كبير في ايه؟ ازاله الرؤوس السوداء وتقليل حبوب الشباب وبالاخص في الوجه. طيب هنعمل ايه؟ هناخد الثلاث كريمات ونعمل خلطه ونستخدمه للاكواع والركب كل يوم مرتين، وللوجه مره واحده قبل النوم. بقول اهو قبل النوم للوجه مرة واحدة يومية، والركب والأكواع وأي مناطق في الجسم ممكن نستخدمه مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. بس موضوع بسيط وسهل. لو انت استفدت من الفيديو ده اشتركي في القناة واعملي لايك للفيديو ده وشير كمان عندك، مفيش مشكلة. ولو في أي استفسار ممكن تسيبهولنا في الكومنت بوكس تحت، لو انت عندك مشكلة أو مش عارفة تستخدمي ازاي أو كده، وأنا برد على كل الكومنتات. شكرا.